Your Excellency, Mr. Fuad Hussein, Minister of Foreign Affairs of Iraq, Chairman of this forum, Excellencies, distinguished guests, I'm truly honored to be here today in your remarkable country. I warmly thank the government of the Republic of Iraq for the hospitality and the gracious welcome. And I also wish to convey the support of Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, who has delegated me to represent him. Mr. Guterres firmly believes in intercultural and interreligious dialogue as a viable tool. He conveyed to me his message to all of you that United Nations Alliance of Civilization and the Forum of Asian Civilization should work together. وأن الأمم المتحدة وجميع الدول المتعلقة بهذا المنتدى يجب أن تعمل سوية مع بعض. هذه زيارتي الأولى للعراق. وهذه الزيارة وحقيقة كان الطريق بعيدا. وهذه الحضارة هنا في العراق والتي هي تعتبر مهد الحضارات. والعراق لديه قصة كبيرة فيما يخص موضوع الحضارات التي تمتد من الحضارات السومرية والبابلية والآشورية. وهي تمثل مثل فسيفساء العراق والتي تمثل روح انتماء العراقيين لهذا البلد. والعراقيين أن الأمل والتضامن العراقيين هو موضوع أساسي الذي جعلهم يسعون ويناضلون من أجل الكفاح ضد داعش. وقد ناضل العراقيين من أجل مكافحة الإرهاب. At the political initiative of UN Secretary General for Conflict Prevention and Conflict Resolution through advancing intercultural and interreligious dialogue and promoting diversity and mutual. ونحن هنا في الأمم المتحدة نعمل سوية من أجل التشجيع على تشجيع على مبدأ التنوع. Began more than 17 years ago. وهذا المشروع الذي بدأنا به بدأ قبل أكثر من 17 سنة وهو نجح هذا الموضوع. وأكثر من 100 مشترك حضروا في المؤتمر الماضي الذي كان في المغرب. وأنا أيضا أشكر الوزير الثقافة العراقي لتسهيله إجراءات هذا المؤتمر الحالي. ونحن ندعم الشعوب المشاركة في هذا المؤتمر وتلك الشعوب التي تعمل من أجل تحقيق السلام الداخلي في بلدانها. ولهذا فإن الأمين العام للأمم المتحدة أوكلني بهذه المهمة من أجل تطوير خطة الأمم المتحدة ودعم هذه البلدان بعد
وخاصة بعد الأحداث التي حدثت عام 2019 وأن الخطة التي تدعو العالم للاعتماد حول غالبية الاهتمامات الأساسية للإنسانية والتي تشمل التضامن أيضا والتأكيد على روح المواطنة وأن جميع المواقع الدينية والمتعلقة بالعبادة والتي وزيارة دور العبادة هي تعتبر روح من التعاون والاحترام وأن الخطة المعدة لهذا الموضوع كانت المادة 18 لقوانين الأمم المتحدة والإعلان حقوق الإنسان الذي يؤكد حقوق الحرية والفكر والدين وملاحظة هذه الحقوق التي تتضمن حقوق الأفراد والمجتمعات للحفاظ على أديانهم ومعتقداتهم وتعاليم العبادة وغيرها. ولكم منا جميع الشكر والتقدير.